الأشخاص اللي يعانون من انحناءات الرقبة، القطعة هذه راح تفيدكم بشكل كبير من شركة شاومي. خلوني أستعرضها معاكم في موقع الستور عشان تكون يعني الفكرة أوضح وأوضح في موقع الستور. شوف، خليني أرفع لك يا أول شي، سعر القطعة هذه 165 درهم. حلو الكلام، تيجي عندك باللونين الأحمر والأسود. شوف فكرة القطعة هذه، شوف مجرد أنها تحطها على رقبتك. شوف الناس اللي في الدوامات وقت الدراسة، شوف الانحناءات هذه اللي تصير في الرقبة، مجرد يوم تركب القطعة هذه خلاص تعطيك تنبيهات انك تخلي ظهرك معتدل مستقيم عشان ما تحني الرقبة عندك. شوف كيف مجرد 15 درجة على طول راح تعطيك اهتزازة، وعندك شوف في الابليكيشن تعطيك مرة تقرير كامل على نشاطك لهذا الموضوع. فيقول لك شو الفرق بين هذه او مشدات الظهر اللي موجوده في القطعه هذه، تفيدك اكثر عن المشدات اللي موجوده في السوق. طبعا هي سمارت، فيها سنسر ومريحه في اللبس، وعندك تبني لك العضل. تسالني كيف تبني لك العضل يا ستور؟ سمارت طبعا عن طريق الابلكيشن، السنسر هذا هو اللي نتكلم عنه، ذكي في الانحناءات، يعطيك ويخبرك كل شيء. هني راح يبين لك موضوع بناء العضل. شوف كيف، هذا هو بروفيشنال بودي تريننج كورس، يعني حتى في تمارين حق الظهر، اوكي، يساعدك فيها داخل الابلكيشن. هو عيش مع الستور. شوف عضلات الرقبة، عضلات الشولدر، الباك، الويست، مرة كل حاجة. الله يا ستور، الله يا ستور، الله يا ستور.